محمد الكتاني، رئيس مدير عام مجموعة التجاري وف بنك. أشكركم فخامة الرئيس وحكومتكم الموقرة جزيل الشكر لدعوتكم لي للمشاركة في هذا المنتدى الإفريقي الرفيع المنظم بأعلى المعايير الدولية. وأنا كمستثمر مغربي إفريقي بإفريقيا، نحن الآن نملك 26 بنك ب 26 دولة، من بينهم 16 دولة إفريقية. وأنا سعيد جدا لأن مجموعة التجاري وف بنك بعد ثلاث محاولات فاشلة للدخول إلى السوق المصري نجحنا هذه السنة الحمد لله، واشترينا 100% من شركة باركليز بنك إيجيبت، ونحن سعداء جدا. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر جزيل الشكر البنك المركزي المصري والسلطات الحكومية المصرية التي سهلت لنا كل المساطير القانونية والإدارية كمستثمرين في بلدنا الشقيق الثاني مصر. فارقة أو دوليين يهتمون بالقارة الإفريقية. وأتمن كل ما قلتم هذا الصباح فخامة الرئيس، وكل ما قلتم هذا المساء، بأن على إفريقيا أن تفعل أكثر وأن تتكلم أقل، وعلي لكي نحقق الاندماج الاقتصادي المتوخى من طرف القادة الأفارقة. أنا طبعا بهني الأستاذ محمد والمجموعة المغربية وأتمنى لهم التوفيق. وأنا عايز أقولك أن السوق المصري سوق ضخم جدا، أنت بتتكلم في فرصة مع 100 مليون مصري، ده رقم هايل، والمصريين معهم فلوس كتير سواء كانوا مستثمرين أو حتى مواطنين عاديين. فأنا بتمنى لك التوفيق وأهلا بيك في مصر، وكل الدعم ليك طبعا، ولكل مستثمر عايز يجي يستثمر في بلدنا.